هو صراحة الله كانت هي من الناس اللي اختاروني ان نخدم ليها في العرس ديالها. قول عندك شهر باش اتصلت بيا، بقى الكونتاكت بيني وبينها. انا الوقت اللي كناخذ في العروسة 20 دقيقة، يعني 20 دقيقة تتكون العروسة بخي في المكياج، ما نقولك ساعة ولا ساعتين ولا هذا. استغرقت مع مروة 20 دقيقة، طبعا كأي عروسة وجدناها وبقينا كنضحكوا وتخرجات وتدج داكشي كلشي بخير، وحتى مشاو للمالديف وصيفت لي راجلها في الانستغرام في الخاص كما قلت قبيلات ميساج ديال الشكر، وهذا في حد ذاته بالنسبة لي راه فرحة كبيرة من الانسان كيصيفط لك ميساج وكيشكرك، راه حاجة سبيسيال. صراحة الله دوك كوبل غزالين، الضحك والتكومي، كاين مروة وحمزة منديل، يعني انا كنت قريب لهم، يعني حكم ماكيه العروسه وحكم انا عزيز عليا التقشاب والضحك والنشاط، يعني كاين واحد الحب بيناتهم، كاين واحد الاحترام، الضحك والتكوميك والنشاط، يعني كي تشوفها خارجه يعني بتبرز، ماشي هي مروه لداخل، مروه الضحك والتكوميك كما قالتها هي هذيك، يعني داك الشيء ديال الله.